عام على 25 جويلية. أنا أعجبني توصيف الصحفي صلاح الجورج عندما وصف ما صار 25 جويلية. قال منذ 25 جويلية فارت سعيد كمن يجري أو في سباق الحواجز، كلما تخطى حاجزا يجد حاجز آخر صد. كان يتصور سعيد وأنصاره أن بعد الاستفتاء سوف يتم تأمين كل شيء، في الأسف من سوء حظي هو أنه بالعكس هذا الاستفتاء حل وجهة جديدة أخرى عليه. نعم، هو معناتها الحقيقة أنه الشعب التونسي 25 جويلية كان عدد كبير ياسر متاع ناس يأملون أنه 25 جويلية باش يغير في حياتهم اليومية، لكن الحقيقة أنه 25 جويلية لم يأتي بشيء، يعني لا, لا, لا أحلام ولا مشاريع. وحتى أغلب الكلام اللي تحدث فيه قيس سعيد في وقت من الأوقات، تحدث على المدينة الصحية وتحدث على التي جي في وتحدث كذلك على أشياء أخرى خطيرة، قال اللي هو جاء ليفتك أموال الشعب من أجل أن يعيدها إلى الشعب. وما تنساش أنه قيس سعيد من 2019 أخذ على نفسه عهد أنه يسترجع الأموال المنهوبة. نعم، لكن الحقيقة احنا اكتشفنا أنه في شهر جويلية الأموال متاع بنات بن علي استرجعوا أموالهم باعتبار أنه فما قضية معقدة معناتها بالنسبة للقضاء التونسي، ولكن هذه يعني تقريبا في فرنسا نعم تناغمت مع 25 جويلية. وقع رفع التجميد أعتقد في فرنسا. نعم، رفع التجميد، ولكن الدولة التونسية باعتبار أنه المسائل الإدارية معقدة بشكل كبير، أنا أظن أنه رفع التجميد باش يمشي إلى أنه باش يقع تثبيته، باعتبار أنه الدولة قادرة أنها تعمل تطلب اعتراض، ولكن لا أعتقد أن الدولة التونسية الآن في وقت الحالي مستعدة أنها تعمل اعتراض. ورغم أنه سعيد قد أخذ هذا الملف على عاتقه منذ 19 و2000. نعم، من 2019 أخذ على نفسه أنه باش يسترجع الأموال اللي وقع تجميدها من 2011، ولكن الحقيقة الإدارة التونسية معقدة بشكل كبير، كل ما هو يتعلق بالمال، كل ما هو يتعلق بالعقارات الموجودة في الخارج. نعم، يعني لم يقع البت فيها ولو بنسبة قليلة، تقريبا احنا نتحدث على أغلب المنظمات خاصة المالية. نعم، العالمية تحدث على تقريبا 15 مليار دولار اللي هما يمثلوا الأموال اللي وقع سرقتها ياما بشكل مباشر ولا موجودة في شكل عقارات في الخارج. الأموال هذه لم يقع استرجاعها، والأموال هذه ال 15 مليار راهي تقريبا تمثل ما يقارب 70% من حجم ديون تونس. يعني قيس سعيد 15000 مليار تقصد؟ 15 مليار دولار. نعم، اللي احنا بالنسبة لنا 15 مليار دولار يعني بالنسبة لميزانيتنا اللي هي في 40000 في الدينار مش دولار، لا نحكيه بالدولار، يعني نحن تقريبا في 36 ألف دولار تقريبا، يعني نسبة كبيرة ياسر من مديونية متاعنا معناتها موجودة في شكل المال هذا اللي وقع تجميده في الخارج عام على 25 جويلية. هل استطاع سعيد أن يعيد الثقة للتونسي؟ هو الحقيقة أن قيس سعيد في كل مرة يخرج هو لا يبشر بخير، لا يبشر بتنمية، لا يبشر بمشاريع. أنت يكفي أنك مشروع ميزانية 2022 ليس فيها تشغيل وفيها الحد من الأجر الأدنى من الأجر، وكذلك الحد من كتلة الأجور، ولا مشاريع كبرى بالنسبة لتونس في 2022. والحقيقة أنه توانسة لأنه ظرف، يقول لك ظرف استثنائي وربما أزمة عالمية. نعم، هي حقيقة هو أزمة عالمية، ولكن الأزمة عالمية كل الرؤساء اللي هم عندهم المقاليد الكاملة، الحقيقة أنه قيس سعيد عنده كل المقاليد، يعني القضاء وكل ما هو عنده علاقة بالتنفيذ دولة المراسيم، يعني عنده كل شيء. ولكن الحقيقة شفنا مثلا في فرنسا ماكرون يعني تقريبا حتى 100 مليار معناتها من أجل أنه يخرج فرنسا من وضعها الاقتصاد الصعيب، وأغلب الدول الأوروبية هذاك ايش عملت، ولكن هم يعني فيها بمنطق القوة. نعم، ومنطق السيادة. احنا فقدنا السيادة منذ 25 جويلية، يعني الناس تتحدث على أنه تونس اليوم ما هيش مستعدة تاخذ دروس من دول أخرى، لكن الحقيقة كتبدأ أنت ما عندكش المشروع الشرعية الدولية وأنت جاي عن طريق عملية انقلابية، هذه حقيقة. يعني لو أنه يقع التوصيف الحقيقي وأكبر منظمة وصفت هذه هي لجنة البندقية باعتبار أنه ما قام به قيس سعيد والدستور الذي نعم. جاء بعد قيس سعيد هذم كسروا الشرعية اللي موجودة في تونس. أنت كي تبدأ ما عندك الشرعية وتمشي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ولا حتى الدول الأخرى ليس لك الضمانة، كيف اليوم أنا مش أعطيك قرض
وانت ما عندكش المنظمات اللي هي مستعدة انها تمضي. من يمضي على القروض؟ نعم.